طلب هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني من مجلس إدارة اتحاد الكرة الحصول على أجازة طويلة عقب العودة من السعودية. يأتي طلب كوبر في ظل عدم وجود ارتباطات رسمية للمنتخب الوطني حتى شهر مارس المقبل، الذي يشهد لقاء الفراعنة مع النيجر في تصفيات أمم إفريقيا 2019، وعدم وضوح الرؤية حول وجود مباريات ودية للفراعنة في يناير أو فبراير المقبلين. وتأهل الفراعنة رسميا إلى مونديال روسيا 2018 مؤخرا، ويترقب نتيجة القرعة يوم الأول من ديسمبر المقبل.